عربية بتتشحن في ساعتين ونص بس، وتقدر تمشي بيها 80 كيلو، تروح بيها شغلك وانت مطمن، ولو الكهرباء فيها خلصت أو عطلت بيك ممكن تشيلها على كتفك وتوديها لأي مكان. أغرب عربية في مصر، مش هتصدق اللي هتشوفه. عربية حجمها ما يكملش متر في متر، تاخد 2 راكب، بشرط يكون الراكب التاني طفل صغير. العربية دي بيعلن عنها تاجر شهير اسمه سعداوي، وإنها الأحدث في مصر. عربية بتشتغل بالكهرباء، والمفاجأة إن شحنتها بتاخد 2.5 ساعات بس. أيوة زي ما سمعت كده، 2.5 ساعات بس، وتقدر تاخدها وتروح أي مشوار وإنت مطمن، وكمان من غير ما تكون شايل هم الزحمة، خصوصاً إن حجمها صغير وتقدر تتنقل بيها براحتك. العربية فيها كل الإمكانات اللي ممكن تتخيلها، وكمان التاجر جربها قدام الكل في مسافة طويلة، لدرجة إنه قدر يسبق كل اللي كانوا معاه على الطريق. عربية مريحة كمان، والباب بتاعها بيتفتح لفوق وكبير بحكم العربية، ده غير كمان إن فيها كل التحكمات والأمان اللي انت كنت محتاجه. بيقول التاجر إن العربية دي حلت مشاكل كتير، كمان ولاده بدأوا يستخدموها، تنفع الكبير والصغير وصديقة للبيئة، يعني مش هتحتاج تحط بنزين ولا غيره، شحنها أسرع ما يمكن، وعلشان كده بتسعفك في أوقات الأزمات، وكمان منها ألوان مختلفة. بيقول كمان فيها شباك بيفتح ويقفل، وكمان الكرسي سهل الحركة، وفيها كمان مساحة تخزين تحط فيها متعلقاتك. التاجر كمان جرب العربية على الهواء وأثر كل إمكانياتها. بيقول كمان إنها شغالة بنفس العربيات العادية، وفيها كمان إضاءة وسنسور للركنات علشان تقدر تركن براحتك في أي مكان أنت عاوزه، حتى لو أنت ما بتعرفش تظبط ركنتك، يعني تقدر تقول كده عربية متكاملة وفيها كل حاجة أنت ممكن تتخيله. المفاجأة كانت في سرعة العربية اللي وثقها التاجر على الهواء، لدرجة أنه عدت على كل العربيات اللي كانت على الطريق، ووصل للمكان اللي رايحه بزمن قياسي، وده بسبب سهولة حركتها. العربية تنفع تروح بيها أي مشوار، شغلك أو خروج، لكن العيب الوحيد إنها تاخد راكب كبير والتاني صغير بالكتير. العربية عملت قلبان على منصات التواصل، المتابعين انبهروا بيها، والكل بيسأل عن سعرها، وتداول رواد التواصل العربية على نطاق واسع، وقالوا في تعليقاتهم والله جامدة بكام دي، أنا عاوز واحدة، والله تنجز وسريعة وشكلها كمان متينة وحلوة، إيه الجمدان ده؟ العربية فعلا شكلها حكاية، والله تنفع وهتكون أسرع وأحسن من العربيات التانية.